هنا سؤال من الأخت أمت الله، قالت ما هي الأسباب التي يرفع بها البلاء؟ الأسباب التي يرفع بها البلاء، أولا الدعاء وهو أعظمها، فالله تعالى يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وقال ولقد أخذنا أهل القرى أخذناهم بالسراء والضراء لعلهم يتضرعون، لعلهم يتضرعون. الله يحب من عباده أن يتضرعوا وأن يدعوه، فمن أعظم أسباب رفع البلاء التضرع، التضرع إلى الله عز وجل ودعاء الله سبحانه وتعالى وسؤال الله عز وجل أن يرفع البلاء. كذلك أيضا الصدقة، فإن الصدقة تدفع البلاء وترفع البلاء، والقصص في هذا كثيرة ومتواترة في أن الصدقة ترفع البلاء. وكذلك أيضا التوبة والاستغفار هي من أسباب رفع البلاء، وكما ورد عن علي رضي الله عنه ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة، فالتوبة من أسباب رفع البلاء، فالاستغفار والتوبة. وعلى الإنسان يتفقد نفسه، يعني إذا أصابته مصيبة يتفقد نفسه، قد تكون مصيبة، قد تكون هذه مصيبة عقوبة، وقد تكون ابتلاء. والله عز وجل يقول وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. الاستغفار من أسباب منع وقوع العذاب، كما قال الله عز وجل وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال ابن عباس أنزل الله أمانين من العذاب، أمان انقضى بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم يريد وأنت فيهم، يعني وجود النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، وأمان باق إلى قيام الساعة يريد قول الله تعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فالاستغفار من أسباب منع وقوع العذاب، سواء على مستوى الفرد أو المجتمع. ولذلك الذي يكثر من الاستغفار هذا بإذن الله يكون في مأمن من العقوبات ومن نزول العذاب. وهكذا أيضا المجتمع إذا أكثر من الاستغفار، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فإذا الاستغفار المقرون بالتوبة من أسباب منع نزول العذاب ومن أسباب رفع البلاء بعد وقوعه.